أعزائي مشاهدي اليوم السابع في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع، والآن متواجدين داخل منزل الدكتور علي بحراوي الفائز بجائزة أفضل 2% من علماء العالم، واللي أسرته استقبلت خبر الفوز بعد وفاته بثلاثة أعوام. وبيسعدنا أن يكون معنا الأستاذ سيد حسن الأخ الأكبر للدكتور علي، اللي هيكلمنا شوية عن قصة حياة الدكتور علي. أستاذ سيد، أهلا بحضرتك. حضرتك عرفنا بنفسك وعرفنا بالدكتور علي بحراوي، ربنا بسم يرحمه. الله الرحمن الرحيم. سيد حسن بحراوي الأخ الأكبر لدكتور علي بحراوي، وهو قبل ما يموت الله يرحمه ب3 أيام، أو قبل ما تجيله الجلطة ب3 أيام تقريبا، قال كلمة جميلة. جه قال لي: أنت ما قمتش معايا بدور الأخ الأكبر، قمت معايا بدور الأخ الأكبر. لا، ده الأخ الأكبر دي قليل عليك، أنت قمت معايا بدور الأب. لأن دكتور علي والده توفى وهو كان عنده حوالي 8 شهور أو 9 شهور، فقمت أنا والحاجة بتربيته، وأنا أكبر منه بحوالي 12 سنة بالظبط. ودكتور علي كان طول عمره شخصية مميزة، وهو صغير حتى كده كان دايما مميز، وكان من الناس العباقرة بصراحة. مش هنقول يعني عباقرة، ان العبقري مش لازم ان هو يخش طب، العبقري مش لازم ان هو يخش هندسة، لا، العبقري ان هو يكون مميز في حاجة. فهو كان دايما يحب الرياضيات جدا، لدرجة ان هو وهو في ثانوية عامة كان في استاذ قال اللي حل المسألة دي هيبقى حاجة حلوة قوي، هيبقى عالم. الاستاذ ده كان اسمه استاذ محمد بهنساوي، مدرس رياضيات، والله كان جميل جدا. دكتور علي حل المساله دي وكان فرحان جدا، وجه بلغني قال له: استاذ محمد بهنساوي قال اللي هيقول اللي حل المساله دي هيبقى حاجه كبيره وهيبقى حاجه مميزه يعني. طيب، الدكتور علي توفى من 3 أعوام، والله صح يا فندم؟ من 3 أعوام. في خلال الفترة دي، هل أنت حضرتك كنت متوقع إن أعمال الدكتور هتكون متواجدة ويكون ليها رد فعل عالميا؟ والله بصراحة أنا طول عمري أنا شايف إن الدكتور علي هيبقى حاجة حلوة، لدرجة إن الدكتور علي ما شاء الله يعني كان أول الجامعة جميع الأقسام، كان واخد أحسن رسالة دكتوراه في مصر في 2016، اختير من أحسن 10 علماء في العالم في الرياضيات، كرمت الدولة وعطته جايزة الدولة التشجيعية. كمان دكتور علي بعد وفاته اختير علم من أعلام بني سويف. دكتور علي بالنسبة للموضوع بتاع، أنا بصراحة كنت متوقع إن دكتور علي لسه هياخد حاجة تانية، ومتوقع كمان إنه هياخد حاجة أحسن من كده، لأن دكتور علي والله كان مجتهد جدا في عمله، وكان جد جدا، جد بيشتغل بجد، ما عندوش حاجة اسمها يعني إيه تهريج في الشغل، شغل شغل. وإحنا أصلا بطبعنا بنحب العمل، يعني إحنا بيت بنحب العمل، وطبعا يعني بنحب العمل والشغل، وبنحب نجتهد في الشغل بتاعنا. استاذ سيد، احكي لنا اولاد الدكتور علي. اولاد دكتور علي 4 بنات: نغم علي حسن، وجنة علي حسن، وملك علي حسن، واسيل علي حسن. ولاده 4 بنات، ودكتور علي كان بيحب ولاده جدا جدا جدا، وكان عايزهم دايما متطورين. بيقول لي دايما يا استاذ سيد يعني كان ما شاء الله جايب لاولاده الصغيرين لابتوب، بيحب التطلع للحاجات الاعلى. وبصراحه انا كنت متوقع ان الدكتور علي يعمل حاجه كبيره. طيب، علاقة الدكتور علي ربنا يرحمه بالقرية هنا، يعني احنا في قرية ريفية، علاقته كانت ايه بأهالي القرية؟ دكتور علي كان محبوب جدا جدا هنا في القرية، وكان شخص كريم جدا كريم، والناس كلها بتحبه، وكان دايما بيعمل حاجات كتيرة لله، حتى لدرجة إن أنا بقول له: يا دكتور علي أنت بتعمل حاجات كتيرة أوي أوي أوي، إيه ده؟ فقال لي: يا سيد أنا لازم أعمل كده. بس طبعا وفاته معرفش إيه السبب، ومش عارف ظروف موته دي بصراحة. يعني ربنا هو يرحمه. عمره ما اشتكى بمرض، ولا عمره قال أي، ولا عمره اشتكى بأي حاجة في حياته، وكان دايما صحته حلوة جدا، وكان ما شاء الله يعني بيلعب معايا ريست، كان دايما بيغلبني. بس طيب جات الجلطه ازاي؟ مش عارف ايه الظروف، والله ما انا عارف. هل في سر ورا كده؟ الله اعلم. انا اتصلوا عليا في الجامعه وقالوا لي:
احد من الدكتور سيد عبد القادر، وقال لي دكتور علي جات له ازمه قلبيه، غيرت لبسي وخدت عربيتي وجريت على مستشفى الجامعه، لقيت دكتور علي عامل العمليه وقال الحمد لله العمليه نجحت. طبعا ما كانش بيتنفس تنفس طبيعي لان كان في فاصل بين المخ، جاله زي او يعني تنفس على الجهاز الصناعي، قعد 13 يوم على الجهاز الصناعي وبعديها ربنا. بس الله اعلم هل في سر، الله اعلم. دكتور علي بصراحه كان انا بعتبره عبقري. دكتور علي البلد كلها بتحبه، الناس كلها بتحبه، بل كل طلبه حتى كل الناس بتحب دكتور علي. الدكتور علي يوم ما خد جايزه 2% كانت الناس، انا ما عرفتش انام من التليفونات، وما عرفتش انام من التليفونات من بيبا، انا شغال مواجهه اول اداره بيبا. يعني الناس ما نمتش، يعني انا عن نفسي ما نمتش اليوم ده من الفرحه.